القادة يصنعون التاريخ ويغيرون الواقع، هم من يعدلون مسار الأحداث ويملؤون أوطانهم وشعوبهم قوة وفخرا وزهوة، ومن بعد يتركون آثارهم قصصا خالدة يحفظها التاريخ. الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله كان أحد الذين قادوا بلادهم إلى المجد والعلياء. معرض وندوات تاريخ الملك فهد، روح القيادة، مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، من 31 من مارس وحتى 14 من أبريل.